Hello everyone! Welcome to a new episode in Linguist Mania series One Idiom Every Day. مرحبا بكم جميعا. النهاردة هنقدم لكم حلقة جديدة في سلسلة Linguist Mania تعبير اصطلاحي كل يوم. والتعبير الاصطلاحي اللي معانا النهاردة A-R-O-D-E-L A-R-O-D-E-L. نشوف المعاني اللي معانا الأول. رو بمعنى نيئ أو خام. ديل معناها معاملة أو صفقة. إذن المعنى الحرفي للتعبير الاصطلاحي أرو ديل، معاملة نيئة أو معاملة خام. يا ترى ممكن كده نفهم إيه المقصود بالإديوم ده؟ ناخد المعنى بالظبط علشان نعرف هو ايه المقصود بيه. أرو ديل، When a certain treatment is expected but one receives nothing or be treated unfairly. عندما تتوقع الحصول على معاملة بطريقة معينة ولكن لا تحصل عليها أو تعامل بطريقة غير عادلة. إذن تحسوا ان المعنى اللي احنا قريناه دلوقتي مختلف شوية عن لو ترجمنا التعبير الاصطلاحي ده ترجمة حرفية. ناخد مثال علشان نوضح المعنى أكتر. After the storm, the children were being given a raw deal by living in overcrowded camps. ونشوف المعاني اللي معنا في المثال. Storm عاصفة. Camp مخيم. Overcrowded مزدحم. نقرأ المثال مرة تانية. After the storm, بعد العاصفة, the children were being given a raw deal. الأطفال كانوا بيعاملوا معاملة سيئة أو معاملة غير عادلة by living in overcrowded camps, لأنهم كانوا بيعيشوا في مخيمات مزدحمة. والتدريب زي كل مرة عايزاكم تفكروا في مثال تستخدموا فيه التعبير الاصطلاحي اللي احنا تعلمناه النهاردة ارو ديل. وألقاكم في فيديو تاني بكرة إن شاء الله وإديوم جديد. Goodbye.